كاين خرج لنا الباب تنهز معايا العصا خاطر رجليا توجعني، كي ما نهزش العصا نطيح. نلم في الباب باش نعاون ماما وجدي. ماما مريضة بالقلب وجدي مريضة بالغدايديت. نحب القراية أما لازم نعاون ماما وجدي. نقرأ سنة رابعة، جبت معدل 10/20. جاية فيها صورة مرفوعة. هو المعين الوحيد في الدار، هو خاطر أبوه متوفي وما عندناش شكون يصرف علينا. حتى في اللعب ما يحبوش يلعبوا معاه على خاطر مش هو لابس بالقد كيفهم، مش هو برشا حاجات نقصته، برشا حاجات وليدي نقصته. اللي يصوروا هو من دبيعان دبابس ما يكفيش باش معيشتنا، ما تكفيش ساعات نباتوا للشر. انا انيتي نحب ماما طبرة وجدية.